السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم الخوت بغيت نهضر معكم على الصحفي حميد المهداوي. حميد المهداوي كاين بعض المواقف كنتفق معاه فيها، كاينين بعض المواقف ما كنتفقش معاه فيها، ولكن هذا لا يعني انني مباشره انني ما كنتفقش معاه غادي نكون ضد هذا الانسان هذا. فحميد المهداوي كيبقى اول حاجه انسان مغربي، وبذلك فهو ود البلاد، فهو خونا. فهنا انا كنت ضامن مع الصحفي حميد المهداوي، لان اذا كنا كنامنوا بالديمقراطيه وكنامنوا بالحريه فانا كنت ضامن معاه، لانه تعرض بزاف ديال الاعتداءات، تعرض بزاف ديال التهديدات، تعرض بزاف ديال الحوايج اللي هي شنيعه، فقط لانه كيمارس الخدمه ديال صحفي وكينقل الخبر. فالصحفي حميد المهداوي هو كيقولها بصريح العباره، كيقول هو ملكي، ومن حقه الخوت يكون ملكي الا كنا ديمقراطيين وصريحين مع نفسنا. فالديمقراطيه هي تحترم داكشي اللي كنبغي انا ونحترم داكشي اللي كتبغي انت، تحترم داكشي اللي كنامن به انا ونحترم داكشي اللي كتامن به انت. ولكن ملي كيوقع اعتداء انا ندافع عليك، واخا تكون ملكي جمهوري كتامن ما كتامنش اي حاجه، هذه هي الديمقراطيه. لان هنا كندافعوا على المبادئ، كندافعوا على واحد الانسان من غير انه ملكي او لا جمهوري او لا علماني او لا مسلم او لا ملحد. فهنا كندافعوا على الشخص، على القضيه. هاد الانسان ما خاصوش يتعداو عليه لانه كيمارس العمل ديالو، هاد الانسان ما خاصهمش يتعداو عليه لانه حقوقي، هاد الانسان ما خاصهمش يتعداو عليه لانه مناضل، هاد الانسان ما خاصهمش يتعداو عليه لانه كيقول كلمه الحق. هذا هو اللي خاصنا نوصلوا ليه وندافعوا عليه. فهنا ملي كنقول انني كنتضامن مع الصحفي حميد المهداوي، فانا كنتضامن مع القضيه ديال الصحفي حميد المهداوي، لان هاد الشيء الخوت راه جد جد مهم. راه ما خصناش نبداو نتشبتوا بداك الصراعات الجانبيه. صافي انا ضد هذا السيد، هذا ماشي معايا في نفس الاتجاه، فانا غنكون ضده في جميع الاتجاهات. لا لا، لاننا باش نكونوا موضوعيين وواقعيين، الصحفي حميد المهداوي ما كياديش الناس. فاش كنشوف انايا الفيديوهات ديال حميد المهداوي ما كنلقاهش كيسب الناس، كيشهر بالناس، كيقذف في الناس، ما كيأتاكيش المناضلين، ما كيأتاكيش المعارضين، ما كيأتاكيش الحقوقيين، ما كيشهرش بالعائلات ديال الناس. يعني هو كينتقد بالطريقه ديالو، هو كيهضر بالطريقه ديالو، هذيك طريقته. كما قلت لكم كنعاود نقول لكم، انا كاين شي حوايج كنتفق معاه فيهم وكاين بزاف د الحوايج ما كنتفقش معاه فيهم، ولكن هذيك حريه شخصيه. هذا السيد هو مؤمن بديك الحاجه، فانا ما يمكنش ندخل ليه لدماغه ونحيد ليه الايمان ديالو بديك الحاجه، ما يمكنش. هذه هي عاوتاني كنقولوها، هذه هي الديمقراطيه. انت تامن بداك الشيء اللي بغيتي وانا نامن داك الشيء اللي بغيت ونتعايشوا، ولكن الا تاديت انا خاصك توقف معايا، ولا تاديتي انت خاصني نوقف معاك. ماشي حيتاش ما عندناش نفس الاتجاه، ما عندناش نفس الايمان، ما عندناش نفس العقيده، صافي خاصنا نطحنوك. راه هذا الشيء هو اللي خطير الخوت اللي كنشوفوه اليوم في هذه المملكه هذه. لان منين كيتقاش شي واحد كيبدا بنادم يقول لك لا هذاك راه ملكي، وهذاك راه كان مع النظام، وهذاك راه كان مع هادي. وهذه هي الثقافه اللي باغي هذا النظام، هذا هي ديال باغي يفرقكم، باغي يفرق الناس، باغي يبدا ينفرد بالاشخاص باش يفترسهم. هذا الشيء اللي كاين. فحميد المهداوي باش نكونوا واقعيين مره اخرى، راه دوز 3 سنين ديال الحبس الخوت، وهنا كنهضر مع الناس اللي ما عارفينش الحبس. راه خاصك تشوفها من جميع الجوانب. الا خدينا القضيه ديال حميد المهداوي، كان هو خدام والزوجه ديالو خدامه وعندهم جوج ديال الوليدات، يعني واحد جوج ديال لي سالير، جوج ديال الاجر الشهري، وخدامين كيتقاتلوا مع ولادهم. جاو شدوا ليهم حميد المهداوي بدبابه، دبابه دخلوه للحبس بدبابه، كلشي كيعرف هذا الشيء خاوي. ولكن السيد منين دخل الحبس كانوا جوج ديال لي سالير ولا اي واحد، وجوج ديال الوليدات، وتزادت مصاريف اخرى هي خاصهم يصرفوا على السيد اللي داخل في الحبس. لان راكم عارفين الحبس راه ما كايناش الماكله في الحبس،
حتى واحد ما كياكل ديك الماكله ديال الحرص، راه يعني داكشي اللي كيصرفوا عليك عائلتك. يعني هنا بنادم كيكون مقاتل مع الزمان بجوج ديال الماندات، كتمشي له ماندا من غير الراجل اللي مشى للحبس والحاله النفسانيه واليأس وهذا الشيء. ها هو السيد 3 سنين ديال الحبس، صالير واحد داك الدخل الشهري ولا غير النص، وعاد زادت عليه مصاريف اخرى ديال خاصهم يصرفوا على داك السيد اللي تا هو في الحبس. وراه دوز 3 سنين ديال الحبس الخوت، وراه 3 سنين راه ما كاينش معارفهم، راه 3 سنين كيحس بها بنادم اللي ضرب الحبس. ملي كتكون ضربتي الحبس غتحس بداك الشيء هذا، لان راه غيعاونك بنادم في الاول شهر شهرين 3 شهور وصافي، راه ما ولا عاونك بنادم ديك حتى ديك 3 شهور، راه كاين اللي ما غيعقلش عليك، راه كاين اللي ما غيعاونك حتى شي حاجه، لان كل واحد والظروف ديالو. ولكن هنا الخوت راه خاص الواحد يخدم شويه عقلو ويكون واحد شويه ديال الحنان وديال العطف وديال التعاطف وديال التضامن. وهنا عاوتاني باش نزيدكم، هاد السيد هذا راه في وسط المغرب، فانا كنقولها وكنعاود نقولها، راه اي صحفي كيهضر في المغرب فراه هو معتقل في حاله صراح، اي لحظه يمكن له يدخلوه للحبس، وهادشي راه كتشوفوه بعينيكم. وباي تهمه، واش بنادم دخلك بدبابه؟ دبابه عباد الله، واش كتفهموا شنو هي؟ ودبابه يعني هذا النظام كيوريك كيقول لك ديك اللعبه ديال وانا غنحقرك، انا غنتكرفس عليك، انا غادي ندير لك شي حاجه اللي غادي تشوفها العالم كيشوف فيها انها خاويه، ان كل شيء يضحك عليها، وندخلك بها الحبس. يعني ديك اللعبه ديال اللي بغيتها غنديرها. وفعلا الخوت باش نكونوا واقعيين، هذاك النظام كيدير اي حاجه بغاها في المغرب، في المغرب في الحدود المغربيه كيديروا اي حاجه بغاوها يديروها، بغاو يغبروك يغبروك، بغاو يقتلوك يقتلوك، بغاو يعذبوك بغاو يسجنوك، بغاو يلصقوا لك شي فيلم ديال البورنو، بغاو يلصقوا لك شي فيلم اغتصبتي راجل اغتصبتي مرا اغتصبتي 10 ديال النساء، اي حاجه يمكن ليهم يديروها في ديك المملكه. وهنا الخوت حنا ما بغيناش لهاد الناس التهلوكه، هادو راه خوتنا. حنا شنو الفائده عندنا الا دخل حامد المهداوي للحبس؟ ها هو عندنا مول الكاسكيطه، ها هو عندنا مول الحانوت، ها هو عندنا توفيق بو 20، ها هو عندنا عمر راضي، ها هو عندنا سليمان الريسوني، ها هو عندنا عدد العدد والعدد. وهاد الناس كنعرفوهم كاملين مظلومين، كنعرفو ان الدواسه ديالهم كاملين خاويين، كاملين خاويين، ما كاين حتى شي واحد مشدود تما كاينات على ود شي تهمه بصح، حتى واحد ما داير شي تهمه. الناس عبروا على الاراء ديالهم، الناس كتبوا افتتاحيات، الناس كتبوا مقالات، هادشي اللي داروا. فهنا الخوت خاصنا نتضامنوا، بالعكس خاصنا نوقفوا مع حميد المهداوي باش هذا النظام هذا ما يزيدش يتعدى عليه، باش هذا النظام هذا ما يزيدش يتكرفس عليه، خاصنا نوقفوا معاه ونتضامنوا معاه. والناس اللي على برا من بعد خصنا نديروا وقفات ونديروا بزاف الحوايج نعرفوا بهاد القضايا ديال هاد الناس هادو ديال خوتنا. انا كنتضامن مع هاد الناس اللي ما كياديوش ناس اخرين. انا ما عمرني شفت حميد المهداوي كيادي شي شخص فينا، شاد كيهضر على شي يوتيوبرز كيعاير فيه اولا كيسب فيه اولا كيجبد ليه مراته اولا كيجبد ليه مو اولا كيجبد له ولادو، هادشي ما شفناش. فلذلك الخوت راه باينين المواقع اللي كتهاجم الناس، هذيك المنابر هي اللي خاص بنادم يفضحها. هاد النظام الطريقه ديال هاد النظام اللي كيتعامل بها هاد الطريقه الاجراميه هي اللي خاصنا نفضحو، ماشي نمشيو نحطو على حميد المهداوي. حميد المهداوي راه ماشي هو اللي سرق الثروات ديال الشعب، حميد المهداوي ماشي هو اللي شاري القصور على برا، حميد المهداوي ماشي هو اللي لقينا عنده الحسابات في بنما وفي سويسرا وفي جدر العذراء، ماشي هو اللي شاري اليخوت بمئات الملايير. فهنا الخوت راه باين شكون هو اللي كيدي لنا الثروات ديالنا. فبذلك بلا ما نبقاو نمشيو للجوانب وكنعطيو للنظام فرصه فين يزيد يضغط على هاد الناس. انتم شفتوا نور الدين العواج مؤخرا؟ هو الدري مسكين كان كيخرج وكيهضر وهذا، وها كنا كنصفقوا له مزيان يهضر ويقول داك الشيء، ولكن ها هو جات فيها الخوت. شكون اللي عقل عليه دابا؟ امه كتكرفس خوتو كيتكرفس، ها هو السيد مشاو له عينيه مسكين في الحبس. شكون اللي عقل عليه اليوم؟ شكون اللي عقل عليه؟ راه غتعقل عليه مره وجوج وثلاثه وعشره، ولكن راه غتنساه من بعد، راه غتنساه، وهذا هو الواقع الخوت. فهاد الناس هادو كنقولوا لهم انتقدوا في حدود، في حدود انهم ما يمشوش للحبس، راه هذا هو الواقع الخوت، وخاصنا نكونوا متفقين على هاد القضيه. وحنا اللي على برا ننوبوا عليهم، حنا الناس اللي على برا خاصنا ننوبوا على هاد الناس هادو، حنا نهضروا ونقولوا دوك الشيء اللي ما يقدروش هادوك المجرمين
يدخلونا عليه الحبس لاننا حنا في دول ديمقراطيه. ولكن خوتنا في المغرب من حقهم ينتقدوا، كنعاود نقولها، في حدود ما يمشيوش للحبس، في حدود ما يمشيش للحبس. انت عدت السقف ديال انك ما تمشيش للحبس، لان الحبس راه تهلوكه. واي واحد الخوت الا تشجع خوك باش تقول له انتقد باش تمشي للحبس، وراك راك ماشي خوك هذاك، وراك باغي ليه التهلوكه لانك ما دوزتيش الحبس. اي واحد ما دوزش الحبس ما عارفش بحقها. وخلينا من ديك الهضره ديال انا راه كنت في المغرب وكنت من وسط المغرب كنقول هادي وكنقول هادي، راه ما كاينش شي واحد من وسط المغرب كيقول شي حاجه وكيتعدى السقف ديال انه يدخل الحبس وما دخلوش الحبس، باش نكونوا متفقين عليها. واي واحد كنعاود نقولها واكررها، اي واحد تيقول لك ديك اللعبه ديال وانا راه من وسط الحبس كنت كنقول هادي وكنت كنقول هادي، هذاك راه يا اما خدام معاهم ويا اما ما وصلش لذاك السقف اللي كانوا خاصهم يدخلوه عليه الحبس. دونك بلا ما نبقاو ننافقوا في بعضياتنا وبلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا، هنا الخوت كنعاودوا نقولوها، حنا ما بغيناش خوتنا يتكرفصوا في المغرب. حنا الا كنا كناضنوا كناضنوا باش من الناس ما تمشيش للحبس، ولكن هاد الناس هادو كنعاود نقولها الخوت، هذا الراي ديالي، هذا الراي ديالي اللي كنشوف انا، دوزت الحبس وعارف التكرفيص الحبس، وعارف الوالدين شنو كيعيشوا التكرفيص، عارف الزوجات شنو كيعيشوا التكرفيص، وعارف الابناء شنو كيعيشوا يقدروا يعيشوا ديال التكرفيص. ولذلك حنا اللي على برا نهضروا وننوبوا على هاد الناس ونقولوا داكشي كامل اللي خاصو يتقال، لان باش كنعاودوا نقولوها هادوك المجرمين كيحكموا في ديك المملكه البنانيه، كيديروا اللي بغاو على برا، ما كيقدروش يديروا اللي بغاو على برا، كاين قانون على برا، كاين قانون. وكنقول باللي هادشي هذا، هادشي راه ولا بزاف، وفين كان النقابه هنايا؟ والنقابه ديال الصحافه والنقابه، وهنا خاصك تباني هنايا وتخرجي وتستنكري بشده هادشي اللي كيوقع للصحفي حميد المهداوي. ها هو معاكم في المغرب، ها هو معاكم في المغرب، ها ما تشوفوا الهجوم عليه. اذا هنا خاصك تخرجي وتهضري، ولا حاطه على علي المرابط. دونك هنا النفاق ديال هاد النقابه حتى هي وهاد المؤسسات وهادشي هذا. فهنا كنعاود نقولوها الخوت، خاصنا نكونوا متحدين مع بعضياتنا، لان كنعاود نقولها راه باين المواقع اللي كتادي الناس، راه حميد المهداوي ما كياديش الناس، كيهضر بداك الشيء اللي بغى، هو قناعته هذيك كنعاود نقولها. والديمقراطيه هي احترم لك القناعه ديالك، تحترم لي القناعه ديالي، ونتعايشوا كاملين. فهنا كنتوجه للجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموش. فهنا الخوت باش نكون عاوتاني صريح معكم، راه ملي كنقول لعبد اللطيف الحموشي جلاد، راه انا ما كنتهموش، راه هو فعلا جلاد، انا شفتو بعيني في قاعه ديال التعذيب فين كنت انا كنتعذب. فراه ما يمكنش شي واحد يجي ويقول لي انه ماشي جلاد، انه كذا ولا كذا ولا كذا. انا ماشي شغلي في داكشي اللي انت شفتي واللي انت كتعرف واللي انت بينك وبين عبد اللطيف الحموشي، ولكن انا عارف انه جلاد، انا متاكد من هادشي لان شفتو بعيني. ما يمكنش يحيد عليا شي واحد، شتي العالم كامل يقول عبد اللطيف الحموشي ملاك، انا كنقول لك جلاد، لان انا يكفي انني انا عارفه جلاد، لان انا شفتو في القاعه التعذيب. سلام، انتهى الكلام، انتهى الكلام، من غير ان القضاء الفرنسي تبت وبين على انه جلاد. ملي كنقول عاوتاني الخوت ان عبد اللطيف الحموشي خبيث مخرج الافلام الاباحيه، يعني مخرج الافلام ديال البورنو، فانا ما كنكذبش عليه عاوتاني ولا كنتبلى عليه. فهاد الشيء هذا عاوتاني عندي عليه الدليل، عندي عليه الدليل القاطع الساطع المانع، انه مخرج ديال البورنو، مخرج الافلام الاباحيه. واش اللي مصورني؟ وهاد الشيء راكم كاملين شفتوه، شفتوا الفيديوهات انهم كانوا مصوريني في غرفه النوم انا والزوجه ديالي، وداك الشيء اللي صيفطوا لي، مصيفط لي داك الشيء فيه البورنو، غتصاور شاد القضيب وهاد الشيء، يعني هاد الشيء انا متاكد منه، وهاد الشيء عند القضاء، وهاد الشيء هما متابعين عليه. اذا هنا نزيد لكم واحد الحاجه اخرى، هاد الناس هادو، هاد المملكه المغربيه دعاتني عده دعاوي في فرنسا، اذا هما كيتيقوا في القضاء الفرنسي، وجاو دعاوني تما كينات، ومرمتهم وفرعتهم وبهدلتهم. وهنا اللي بغيت نقول لكم، اذا نتوما هاد المجرمين هادو، بما انكم كتيقوا في القضاء الفرنسي ودعيتوني فيه، وعلاش انا ملي دعيتكم علاش ما كتجيوش؟ علاش مخبيين؟ علاش هربانين هاربين من العداله؟ ايوا هذه هي اللي تشرحوا لنا. اذا هنا علاش ما ديروش دابا واحد القضيه ونساليو هذا الشيء ونساليو مع هذه القضيه كامله؟ وانا كنعاود نقولها ليكم، ما غنبقاش ديك الساعه نقول لك لا جلاد لا مخرج الافلام الاباحيه لا حتى شي حاجه. اجي تواجه معايا قدام العداله، انت عبد اللطيف الحموشي الجلاد،
الخبيث مخرج الافلام الاباحيه مخرج الافلام ديال البورنو اجي تواجه معايا قدام العداله وتثبت البراءه ديالك وسانيو. كذلك الشفار النصاب والجلاد منير المجيدي اجي انت تواجه معايا امام العداله ونساليو هاد الشهاده وربحنا يا خويا ونساليو هاد المهمه هادي وحاكموني ديك الساعه. دونك هنا راه كلشي واضح، كلشي واضح امام الشعب المغربي. دونك هنا كنعاودو نقولوها الخوت، يجي محاكمه الدكتاتور الجلاد على جميع الاجرام ديالو اللي ارتكب في حق الشعب المغربي، وكذلك النصاب والشفار والجلاد منير المجيدي الكاتب الخاص ديال الدكتاتور محمد السادس، وكذلك الجلاد والخبيث مخرج الافلام ديال البورنو عبد اللطيف الحموشي على الاجرام ديالو اللي دار وعلى الافلام ديالو اللي فبرك للشعب المغربي. وكما وعدناكم دائما الخوت، اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربه خوتي المغربيات، نتمنى لكم يوم رائع. موعدنا الحلقه المقبله، السلام عليكم، مع السلامه.